السلام عليكم وصحة عيدكم ان شاء الله. العيد تاع العام الجاي نعيدو في احسن الظروف. حبيت نتقاسم معكم اليوم اجواء العيد رغم الضغط والقلق والخوف اللي رانا عايشينه جراء وباء كورونا. ربي يلطف بينا مالغري تو، نقولوا لا في كونتينيو، لازم نفرحوا العائله تاعنا، نفرحوا وليداتنا، على الاقل نخرجوا من هذاك الخوف. ونوصيكم التزموا بالاجراءات الوقائيه، ديروا لي بافيت تاعكم، التباعد، التعقيم، النظافه، وما تنساوش الدعاء طبعا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء عاجلا يا رب العالمين. وكما كنتوا تشوفوا هذه طاوله فطور الصباح، كنا درنا قلوب الفيغيغو، شويه تاع مقروط، شويه تاع كريوش، كنت دايره في الكونجيلاتور، جبتهم حضرت هاد لامونا. دوماج ما تقاسمت معكم الوصفه، ولكن نوعدكم ان شاء الله نعاودها ونحطها لكم في القناه. كما راكم تشاهدوا هنا بعد الذبيحه مباشره بعد ما شوطنا بوزلوف، انا ما حبيتش نطيبو لو جوغ ميم، دونك نقيته مليح، عقمتو. كنت ديجا درت لكم في القناه كيفيه تنظيف وتعقيم البوزلوف، كترتو وخبيتو طبعا في الكونجيلاتور لحين الاستعمال. هنا حبيت نبدا بالكبده، نوجد الكبده مشرمله ونديرها على جهه. قطعتها هكذا كيما راكم تشوفوا دي ترونش يكونوا رقاق، جات بزاف هايله. وكنت وجدت الصلصه اللي درت فيها طبعا الثوم، الكرويه، شويه تاع فلفل اسود، درت لها شويه تاع الهريسه باش تجي شويه حاره، ودرت طماطم مصبره. وهذه هي كيما راكم تشوفوا، درت هذيك الكبده الطيب طبعا لمده 20 دقيقه، طفيت عليها وخليتها على جهه. من جهه اخرى كنت عجنت الخبز مسبقا، درت هذاك الخبز تاع العيد لي تاع العاده، هذا تاع البيضه كيما راكم تشوفوا، ثاني جا بزاف هايل. تقاسمت معكم هنا طاوله الفطور هنا غير على خفيف، شويه تاع قلب وكبده مشويين، شويه تاع المخ، وهنايا الكبده مشمله، دي سالاد ولي فريت. هنا حبيت نوريكم ونعاود لكم طبعا طريقه تنظيف الكرشه بدون تعب وبدون عناء. هنا درت تقريبا واحد الكاس هكذاك تاع الخل مع ان باكي تاع بيكربونات صوديوم هذيك تاع 2000، ودرت الماء مغلي. نحط هذيك الكرشه كيما راكم تشوفوا ميم با دقيقه، وتشوفوا النتيجه، شوفوا كيفاش تتنحى هذيك القشره او الجلده هذيك اللي تجي من فوق بكل سهوله. وشوفوا هذيك الكرشه كيفاش تخرج بيضه وتشعل في دقائق، يعني ما تتعبوش معها بزاف. هنا من جهه اخرى حبيت نوريكم كيفاش نظفروا المصارن تاع الخروف. اول حاجه تكونوا نقيتوهم شحال من مره، زوج خطرات ولا ثلاثه، دخلوهم تحت العين، تنقوهم مليح، ومن بعد تفتحوهم بصباحكم ولا بالمقص ولا بالموس، تفتحوهم المهم كامل، تعاودوا تغسلوهم، ومن بعد تديروا هذا الطفيره كيما راكم تشوفوا راني بديتها معكم. وهكذا تبداو تدخلوا هكذا وتخرجوا فيها، ومن بعد تربطوها في الاخير. هنا راح يساعدكم هادو بعد ما تغلوا المصارن هادو راح ينيبسوا، وتقدروا تمقصوهم باش تحضروا بهم العصبان بكل بساطه وبكل سهوله. وتتحصلوا على هذا الطفيره كيما راكم تلاحظوا. هنا في هاد الاثناء درت شويه تاع الماء في القدر يغلي باش نغليهم، راني نغلي فيهم هنا مده 10 دقائق هكذاك تقريبا، نصفيهم ونخليهم يبردوا، ومن بعد نمقصهم ونديرهم مع العصبان. بالنسبه لطريقه تحضير العصبان راني درتها معكم ديجا في القناه، دوك نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وفي شاشه النهايه للفيديو. من بعد نحيت شويه طبعا تاع من هذيك الكرشه، درتها بكبوكه مع الريه، والاخر كامل درتو عصبان. المهم راح نوريكم النتيجه تاع البكبوكه والعصبان، كنت طيبتهم في النهار يعني تمتم، وجدت الدرسه، وجدت كلش، ودرتهم يطيبوا باش هكذاك نخليهم للعشاء. وبالنسبه للعصبان تقدروا تخبوا هكذا في دي ساك دو كونجيلاسيون خضر، ولا تقدروا طيبوه كامل وديروه مع المرقه تاعو في دي بواط وديروه في الكونجيلاتور مره واحده اخرى، ولا ما يكون عندك والو تقدري تجبدوه وتجبديه وتحطيه للعائله. هنا راني نوجد في الملفوف، كنت شويه هذيك الكبده بشويه تاع الملح، وجبت هذاك الشحم
اللي تعرفوه باين تاع اللي نديرو به الملفوف اللي يكون رقيق، وحضرت هذا باش نديروه مع الشوا. ومن جهة واحدة اخرى راكم تشوفوا العشاء تاعي راهو طاب، حضرت هذه البكبوكة كيما راكم تشوفوا جات بزاف بزاف بنينة وتشهي بالدرسة وحارة، وشوفوا كيفاش تجي هايلة. ومن جهة اخرى وجدت تاني العصبان، فوالا جا بزاف بنين تاني يشهي وحار وبنين بزاف. وهادو هما الاطباق تاع اليوم الاول واجدين في صحن التقديم، هذه البكبوكة وهذا هو العصبان. من جهة اخرى حبيت في هذه المرة جاني يعني الحنين الى الماضي، وما حبيتش نرمي الهيدورة، كنت نخدمها نوريكم ان شاء الله النتيجه تاعها. سي فري كو الناس ماش تستعمل الصوف وماش تستعمل الهيدورا ايتو، مي انا ما حبيتش كامل الحاجات اللي كنا بكري نشفاو عليها تروح هكذاك في رمشة عين، ما نوروش لوليداتنا. سي كوا الهيدورا، كاين بزاف لوليدات هم ما يعرفوش الهيدورا اصلا، حبيت نورو لهم هنا من خلال هاد لا فيديو كيفاش نخدمو الهيدورا، ومن بعد ان شاء الله كيما قلت لكم نوريلكم النتيجه. كيف كيف الحنين الى الماضي، وصفات الجدات والامهات، القديد او الخليع، اللحم مخلع هنا تحكموا هذاك اللحم لي شوت تاع اللحم اللي يجو في لي كوتلات ولا اللي يجو كيما هادو، يعني ما نستعملوش بزاف ميم با في الشوربه ما تقدروش ديروهم. هنا تشلحوهم هكذا بالموس بهذه الطريقه، تجيبوا كميه معتبره تاع الملح، يعني ديروا لهم كميه تاع الملح باش ما يفسدش هذاك اللحم وما يدوتش وما يخسرش. فوالا البنات، بعد ما نملحو هذوك لي شوت تاع اللحم مباشره نشروهم في السلك تاع الحوايج عادي، ونخلو هذاك اللحم او هذاك لي شوت هادو تاع الشحم واللحم حتى يبسو تماما، من بعد نخبوهم في بلارة نتحصلو على الخليع او اللحم مخلع او القديد اللي نقدروا نطيبو به وصفات في فصل الشتاء. من جهة اخرى كنت وجدت هنا الشحم خدمته، راح ان شاء الله نتقاسم معكم الوصفة قريبا بعد ما نديرلها المونتاج. وجدت هاد الكرات تاع الشحم، مرميتش الشحم كامل، خاصة الشحم تاع الكيلة اللي جاي في الكيلة، وهذاك تاني اللي نديرو به الملفوف يكون شوية خشين تاني، حضرت به هذا اللي نديرو به وصفات في فصل الشتاء كيما اللوبيا كيما عدس اكسيتيرا. هنا حبيت نتقاسم معكم اليوم التاني كيف كيف، عندي هادو لي بلاطو جو تابل اللي نلمو فيهم اللحم بعد ما نقطعوه، تكتبو من تحت فيهم اللحم محمر ولا لي كوتلات اللحم تاع الشوربة، نكتبوا المهم بالماركور من تحت، نحطوا هذاك الطرف تاع اللحم على حساب الرغبه تاعكم على حساب افراد العائله، نجيبوا الفيلم اليمونتير ونغطوهم او نلموهم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ونديروهم في الكونجيلاتور كي نتجبدوا نقراو فقط نصيبوا اللحم محمر ولا لي كوتلات ولا نتجبدوا هذيك هذاك هذو لي زاسيت جوتابل. المهم حبيت نتقاسم معكم هذه الفكره، ما ممكن يعني اي وحده ولا تحب تديرها ولا تستعملها باذن الله العام اللي جاي. الوغ هنا راكم تشوفوا راني نوجد في المشاوي، وحبيت كيف كيف نتقاسم معكم واحد الفكره رائعه في تقديم المشاوي. بالنسبه لوصفه المرقاز راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف وفي شاشه النهايه للفيديو. اذا هنا نجيبوا صحن التقديم، نجيبوا حبه تاع بصل تكون كبيره كيما هذه، نغلفوها بالبابي الومنيوم بهذا الشكل، تكونوا نتوما شويتوا اللحم تاعكم لي بغوشات تاعكم تكونوا شويتوهم، وتجيبوهم وتبداو تلصقوا فيهم بهذه الكيفيه. راح يجيكم التقديم تاع هذا الطبق تاع المشاوي بزاف بريزونطابل، حتى ولو يكونوا عندكم ضيوف يجي روعة، وتدو هنا تدو فكرة ربما ديروها السنة ولا العام الجاي ويكونوا عندكم ضيوف ولا راحين تحتاجوها طبعا. وهذه هي أجواء العيد، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من بعض التدابير والأفكار. ربي يرفع عنا هذا الوباء عاجلا يا رب العالمين، كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تعيدوا وتعودوا، ان شاء الله العام الجاي نكونوا في احسن الظروف واحسن الاحوال وبصحة والسلامة. الى اللقاء.